أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج نبض الاتحاد، قصة نجاح إماراتية متواجدة في إمارة العين أو في منطقة العين. السيد سالم حريز بخيت الراشدي، يسعد مساك. أهلا وسهلا. بداية حابين نتعرف بشخصك الكريم. سالم حريز بخيت سهيل الراشدي، نعم، من الإمارات، من العين، ودخلنا في البزنس من فترة والحمد لله. الحمد لله. أستاذ سالم، المدير العام للمراعي العربية. المراعي العربية اللي اسم تكون أو عملناه في وسط حياتنا العملية. قبل اسم المراعي وين كان السيد سالم وكيف بلش أول خطوته، أول حياته العملية؟ خلينا نقول بدأت أنا في العمل صراحة في 1998. ما شاء الله. وبدأنا كوظيفة، ومن الوظيفة تحولت للبزنس، وصلنا الحمد لله يعني شوي شوي مراحل. صح. الحمد لله، ولسه لازلنا في الطريق. المراعي العربية اللي بدايتها كانت هي عبارة عن تصدير أو استيراد اللحوم من أثيوبيا، وأخذنا اسم في الهايبر ماركت بشكل عام على مستوى هايبر ماركت كبير، وأخذنا إلنا اسم يخصنا، وآخر إشي وتوصلنا إنه إحنا نقدر نصنع برودكت أو منتج لجهات حكومية خاصة كمان. احكي لنا كيف وصلنا لهي المرحلة أستاذ الكريم. الحمد لله، يعني دخلنا إحنا سوق التجزئة، وسوق التجزئة ما شاء الله ضخم بحر. بدأنا برودكت واحد، ايتم واحد في البرودكت مثلا، والحمد لله نجحنا. واليوم الحمد لله عندنا 42 ايتم ما شاء الله داخل الامارات وخارج الامارات. 42 ايتم، ممكن نعرف نبذة عنهم من ايش بيكونوا هاي الايتمات اللي احنا عم نتداولها؟ ادوات منزليه، نعم، فيها حلويات مثلا للاطفال، نعم، فيها فود، اشياء غذائيه، نعم، الحمد لله. افرعنا متواجده على مستوى الامارات، في لنا كمان مكاتب حتى في دبي، وإنا على مستوى الامارات ككل. استاذ الكريم، سؤالي لك او للمراعي العربيه، كم عدد الموظفين تحت هاي المملكه؟ حاليا وصلوا تقريبا 72. 72 موظف تم اختيارهم من قبل السيد سالم، ام حطينا ناس ذو كفاءه يختاروا هذول الموظفين؟ في البدايه انا كنت اختار، لكن حاليا يعني في مدراء هم يختاروا، نعم، والموظفين يكونوا هم يعني مسؤوليه المدراء نفسهم. صحيح. لان الاداره تكون عن طريقهم هم، نعم، على حسب مثلا الايتم الفود، مثلا على حسب الاماره اللي هم شغالين فيها. صح. يعني أستاذ الكريم، منتجات عم تتواجد في السوق بكثرة أم متواجد في أماكن خاصة أو في معارض فقط موجودة لإلنا؟ لا، متواجد في السوق بشكل عام، نعم، والهايبر ماركت والسمول، يعني اللي هو سوبر ماركت الصغير، وجميعها تحت مسمى المراعي العربية، أم كل برودكت له اسم شكل؟ لا، في عندنا ماركات، نعم، منها اللي هو أور تشويز، وحاليا ننتج برودكت جديد اللي هو بالشوفان، نعم، شوفان الحلاوة، الشوفان، نعم، صحي للأطفال باسم ماجد. نعم. مستودعاتنا وين موجودة؟ في العين. في العين، نعم. للماركتينج والدعاية والإعلان طبعا هذا الشيء كتير أساسي. كيف إحنا الناس عم بيعرفوا المنتج تبعنا وكيف عم بيختاروا؟ هل هم بيجربوه مرة وبيصيروا ياخدوه كل مرة، أم إحنا عاملين حملات دعائية عشان الناس تعرف منتجات؟ الحملات الدعائية اللي إحنا مركزين عليها حاليا الخصومات في الهايبر ماركت، نعم، يعني كل شهر ننزل عروض، فالهايبر ماركت نفسه يعني يسوق للايتمات هذه. وصلنا لمرحله التصدير أم ما زلنا داخل الامارات عم نشتغل؟ لا، لا زلنا في الامارات، بس في عندنا احنا تصدير من دول خارج الامارات، نعم، من السودان واثيوبيا لمصر. أستاذ سالم، دائما رجل الاعمال طموحه ما بتوقف، دائما بسعى للافضل، بسعى للتطور، بسعى للنجاح اكثر. ممكن تكشف لنا ايش عم بتخطط على البعد القريب على مستوى البزنس؟ والله شوف، البزنس ما في نقطه نهايه مثلا. صحيح. الواحد يوصل لها، ولكن الواحد دائما طموحه كبير، نعم، فان شاء الله يعني لو وصلنا للطموح يعني جزء منه بيكون تمام. استاذ كريم، في لكم فروع خاصة مش فقط داخل المولات، في لكم محلات خاصة وفروع خاصة تحت اسمكم أو تحت المراعي العربية، ممكن نعرف أماكنها وإيش هي؟ في الشارقة، سوق، نعم، الجبيل مثلا، عندنا ثلاث فروع هناك.
وفيه في دبي فرع تمثيلي هناك، يعني يمثلها مثلا في المعارض، تعرف انت دبي ما شاء الله بشكل دائم يعني المعارض، ففي صف جاهز يعني للمعارض في العروض في الوكالات في كذا. المراعي العربية اللي تأسست منذ عام 2005، المراعي العربية اللي صار اسمها على مستوى الإمارات معروف، كيف قدرنا نحافظ على اسمنا رغم وجود المنافسات الكتير قوية؟ الإمارات فيها أكثر من 200 جنسية عم بتنافس، والأفضل عم بلمع صيته، وصيتكم ما شاء الله سابقكم. كيف قدرنا نحافظ على هالشيء بمصداقيتنا بأمانتنا بجودتنا؟ كيف؟ والله بالجودة والسعر والتميز بشكل دائم، يعني دائما يكون في عندك تعديل لجميع البرودكت يعني اللي عندك. صحيح. فهنا تكسب المصداقية وخلاص، يصير الزبون مثلا يكون متعود على البرودكت تبعك. صحيح. الجودة والسعر، الجودة والسعر دول اشيين بتناسبوا تناسب طردي، اللي كلما ارتفعت الجودة ارتفع السعر. احنا قدرنا نوازن هاي المعادلة وتكون عندنا جودة عالية وسعر متوسط او مقبول؟ هو شوف مثلا يقول لك في التجزئة لازم انت تحافظ على تربل بي. نعم. تربل بي اللي هو برايس برودكت بليس، لازم اللي هو مثلا السعر المكان الجودة. صحيح. البرودكت تبعك مثلا يكون منافس طبعا للجودة وللسعر، فمن هنا انت يعني حتما راح تنجح. صحيح. أستاذ الكريم، احنا بنعرف انه شيوخ دولة الامارات وخصهم الشيخ محمد بن راشد الله يطول لنا بعمره، اللي دائما حثنا على المثابرة والنجاح والصبر ودائما على التميز. نعم. وبمقولات المشهورة حول الرقم واحد حول الصفوف الأولى، فأكيد أنت كمان بتبحث عن الرقم واحد والصفوف الأولى. ممكن أسأل السيد سالم المدير العام للمراعي العربية، لإيش بتطمح تصير رقم واحد بإيش؟ والله الواحد يطمح في كل شيء يصير رقم واحد. نعم. ولكن الحمد لله يعني وصلنا نحن في لحوم الجمل رقم واحد تقريبا في العالم. اللهم صل على سيدنا. في الانتاج برودكت جديد اللي هو برجر الجمل. نعم. والحمد لله يعني صرنا نصدر برا من البرودكت هذا. نعم. وصار اقبال عليه كثير، يعني حتى يعني الواحد يطمح انه يروح لاوروبا مثلا، نفس ما نجح اللي هو الحليب الجمل. صحيح. راح حتما راح ينجح اللي هو اللحم، لانه اللحم اليوم يعني يتميز لحم الجمل باشياء كثيره، من ضمنها اللي هو الدهون، من ضمنها الفائده اللي فيه. صح. حاجات كثيره، فنحن ان شاء الله نطمح انه نوصل ان شاء الله. استاذ الكريم، احنا الثروه الحيوانيه اللي عم نبيعها واللحوم اللي عم نبيعها، هل هي من مزارعنا ام بنستوردها من خارج البلاد؟ الجمل كله محلي. نعم. من جمل. مزارع، من مزارع المراعي العربيه ام عاملين مع مزارع احنا نشتري منهم؟ في مزارع نحن خاصه فينا. نعم. وفي مزارع نحن نتعامل معهم. سيد سالم، الطموح زي ما حكينا والنجاح دائما ما لهم سقف، ما لهم حدود، ودائما احنا بندور على التميز والتطور زي ما حكى لنا شيخنا، نبحث عن الرقم واحد، واحنا دائما بدنا نكون الرقم واحد. بس اختيارنا او الامارات بشكل عام اللي فيها اكثر من 200 جنسيه وارضاء هذول الناس او الجنسيات كثير صعب، خلينا نحكي لاختلاف ثقافاتهم، اختلاف امور كثير فيهم، هل شركاتنا بشكل عام عم بتوفر لكل فئات المجتمع وجنسياتها، ام احنا مستهدفين قطاعات وفئات معينه فقط في المجتمع؟ شوف، هو صراحه يعني اليوم الدوله مش مقصره. نعم. في الموضوع هذا يعني لوجستيا ما شاء الله تقريبا مكتمله. صح. اذا مثلا عاوز تستورد حاجه من برا فتلاقي مثلا متعاونين معاك في المطار، مثلا مطار ابو ظبي او مطار دبي. نعم. كل التصاريح اونلاين، الشحنه لسه ما وصلت، الطيران احنا نجيب طبعا بشكل يومي. نعم. فقبل ما يوصل المندوب تلاقيه دخل في السيستم وطلع التصريح وخلص كل شيء. صحيح. وينتظر مجرد يعني يشيكوا على الباركود فتلاقي التصريح جاهز. صحيح. فكله دقائق. أستاذ، عم نفكر نتوسع على مستوى المزارع، نفتح مزارع تانية نتوسع، ولا إحنا ويصير عندنا اكتفاء ذاتي، نبطل نستورد إشي من برا ويصير كلياته إماراتي 100%؟ نعم، هذا يعني صراحة الواحد يطمح للشيء هذا إن شاء الله، ويتمنى الشيء هذا فعلا. يعني فيها مثلا حاجة يعني ممكن تكون شوي صعوبة، ولكن مش مستحيل. نعم. يعني ممكن. بدي أسميها مملكة السيد سالم العملية، مملكة السيد سالم المشروعية خلينا نحكي، والإنشائية، بإيش بتتفرع وإيش إلها غير المراعي العربية؟ في عندنا مؤسسة الأدراج النقليات. نعم. الحمد لله يعني اشتغلنا في الإمارات كاملة، من ضمنها مترو دبي. نعم. اشتغلنا فيه
عقد من الباطن. يعني الواحد ساهم يعني في حاجة الدولة. صحيح. برج خليفة ما شاء الله الحمد لله. في عنا صور وفي عنا كذا ممكن. مترو دبي اللي كان مفروض هو تجميلي لدبي وأصبح إشي أساسي على مستوى دبي وحل كتير مشاكل وبالذات الأزمة، والناس اعتمدت المترو هذا في تطويره، حاليا عم بتشعب وعم بوصل لجميع دبي بشكل عام. ما زلنا مستمرين في العمل أم أخذنا عطاء مرة واحدة ووقفنا؟ لازلنا. وفيه أمس يعني نقرأ في الجريدة يعني في توسع للمطار، امتداد يعني الخطوط الجديدة، وإن شاء الله بنكون فيها بإذن الله من الباطن حتى إن شاء الله يا رب. سيد سالم رجل أعمال اللي اتفرع وتشعب وقدر يمسك هاي الأمور زمام الأمور، أكيد اخترنا مدراء يكونوا تحت إدارتنا. المدراء هذول اللي بدهم يديروا المشاريع اللي ممكن إحنا ما نطلع عليهم أو نشيك عليهم بشكل يومي لساعة أو ممكن لأسبوع. كيف اخترنا هذول المدراء وعلى أي أساس؟ والله شوف صراحة يعني في البداية يعني الواحد كان مدير شركة كاملة. نعم. فالحين وصل لمرحلة يعني صار أكثر من شركة وأكثر من فرع وأكثر من كذا، فالواحد صار يعني زي ما تقول رئيس. صحيح. الرئيس يعني ما فيه يدير. صح. عرفت كيف؟ يعني الإدارة تريد لها مثلا مواظبة يعني دوام رسمي دوام كذا، فتريد له أشياء معينة تكون مسؤول عنها، ولكن الرئيس هو ممكن يعطيه هو توجهات مستقبلية وعلى المدير هو ينفذها. صح. أستاذ الكريم عم نفكر نزيد المنيو تبعتنا اللي موجودة هلا، احنا اكثر من 40 ايتم زي ما حضرتك خبرتنا، عم نفكر بشيء جديد وايش هو اللي بدنا نجيبه نضيفه على المنيو؟ وفي صراحة يعني منتج جديد مفاجأة يعني حيكون ان شاء الله. حاليا قاعدين نعمل برودكت خارج الامارات. نعم. على اساس ان نجيبه ونطبقه في الامارات، ناجح جدا اللي هو حلاوة الشوفان الصحية. نعم. خذت اقبال يعني كثير هنا حاليا، وفي يتصنع في ماليزيا. فنحن ان شاء الله عن قريب يعني راح ينزل البرودكت قوه باذن الله باسم ماجد. ان شاء الله ان شاء الله بتكون خطوه ناجحه. استاذ سالم دائما زي ما احنا بنحكي الطموح ما له ليميت، وحضرتك خبرتنا عن الشيء المستقبلي القريب، بس بدي اسالك سؤال شوي بعيد خلينا نحكي، وين بتشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ صراحه الواحد يطمح ان شاء الله يعني خلال 5 سنوات او بعد 5 سنوات يكون ان شاء الله عالميا. يا رب. لا. يا رب ان شاء الله بنوصل لهي المرحله باذن الله. أستاذ كريم زي ما حكينا التوفيق والنجاح هذا رضا من رب العالمين وتوفيق من رب العالمين في البداية والنهاية، وبعد رب العالمين الإمارات دولة خصبة للنجاح، ممكن أنه تكون العامل الأساسي بعد رب العالمين، بس برضو في أشخاص مرقوا في حياتنا أعطونا سبورت ودعم ممكن ما ننسالهم هذا الجميل. مين هاي الأشخاص اللي ممكن تحكي له شكرا على الكاميرا اللي مرقوا في حياتك، سواء زوجي أو والد أو والدي أو حتى لو صديق أو موظف أو مدير موجود عندنا في القائمة؟ صراحة الفضل كله لرب العالمين وبعد. صحيح. رب العالمين الوالدة الله يحفظها يا رب الحمد لله، وفي أشخاص طبعا يعني. نعم. ساعدونا الله يخليهم، مثلا صندوق خليفة شخص اسمه محمد العيسى يشرفني يعني أشكره في البرنامج، وتحية لنا كمان من عنا من الأردن للسيد محمد عيسى. محمد العيسى محمد العيسى. أستاذ سالم الإكسبو 2020 على أبواب، إكسبو 2020 اللي بده يستقبل أكثر من 20 مليون شخص بده يجي على الإمارات، وفرصة لأنه نثبت منتجنا ونثبت وجودنا وسط هاي المنافسات اللي كتير قوية. إحنا بنحكي عن شركات عالمية كبيرة رح تيجي على مستوى العالم، وكل تجار العالم تقريبا رح يكونوا داخل دولة الإمارات. شو محضرين للإكسبو أو شو بدنا نجهز للإكسبو؟ محضرين صراحة يعني برودكت يعني عالمي. نعم. اللي هو طبعا إكسبو بيكون أكثر حاجة للعالم كله. صحيح. ما بيكون منتج محلي. نعم. فإن شاء الله يعني بيكون مفاجأة إن شاء الله. إن شاء الله. لحومنا اللي هنجيبها من السودان وموجودة في المحلات وموجودة في الكارفورز وموجودة في كتير من هايبر ماركت على مستوى الإمارات، كيف بنميز لحوم المراعي العربية؟ بالجودة وبالسعر. لحوم المراعي بتلاقيها يعني بتلاقيها متواجدة في كل مكان. صحيح. أستاذ كريم الإمارات حلم لكل شاب لكل فتاة لكل رجل، سواء رجل أعمال أو حتى لو سائح جاي على هاي البلد. الإمارات اللي بطلنا نحكي الإمارات
تكسر الأرقام، صارت الأرقام تحكي عن الإمارات وليست الإمارات تتحدث، صارت الأرقام تتحدث عن الإمارات. الإمارات اللي لما صرنا نطلع برا نحكي إمارات، الكل يحترمنا من فقط لأجل كلمتنا لهذه الدولة. الإمارات اللي أنا مغترب فيها وما بحس بغربتي، بالعكس عم بروح بلادي بشتاق للإمارات وبرجع لها بشكل سريع، ما بطول في بلادي. هاي الدولة اللي تميزت عن باقي الدول بنعمة الأمن والأمان، هاي الدولة اللي تأسست مع الشيخ زايد الله يرحمه، اللي أسس بذرة وأبناء زايد اللي ماشيين على خطى والدهم على بلان تأسست، والأساس لما يكون دائما صحيح المبنى أو باقي المسيرة بدها تكون أكيد صحيحة. أبناء زايد اللي مشوا على خطى والدهم وزرعوا لأحفادهم وقطفوا من ثمار أبوهم، صار عندنا حكومة إلكترونية، وبعدين صار في عندنا حكومة ذكية، صار في عندنا ريسبكت، صار في عندنا أكثر من 184 لغة مختلفة تتداول في هذه الدولة، بس كلياتهم تحت قانون واحد، الكل محترم. أختي وأمي ومرتي وأخوي الصغير عم بيمشوا بالشارع الساعة 4:00 و3:00 الصبح بكل ثقة، نعمة أمن وأمان موجودة. للأسف حلم في دول عربية كثيرة، من حق هذه الدولة علينا نحكي لها شكرا. سيد سالم، شو بتحكي للإمارات شعبا وحاكيا؟ والله يعني أقولهم صراحة شكرا، شكرا للقيادة كاملة. نعم. ونجاح الدول بداية من أمنها. صحيح. إذا وجد الأمن نجحت الدولة. أستاذ الكريم، إحنا بنعرف إنه الأطفال والأطفال العناية فيهم واهتماماتهم كثيرة وجلب انتباههم كثير صعب، وممكن إنه يكون خياراتهم كثير متعددة. ماجد، المنتج الجديد اللي بده يجي عنا، ممكن تحكي لنا إيش ميزته وكيف إجت فكرته؟ فكرته صح طبعا، يعني جت كوني أب يعني. نعم. فالأب دائما يريد يشتري حاجات مثلا صحية لأطفاله. صحيح. فمن هنا جت الفكرة، فكرة منتج شوكولاتة في نفس الوقت صحي. نعم. فهذا تقريبا غير متوفر في السوق. صحيح. فمن هنا جت فكرة ماجد اللي هو شوفان بنكهة الحلاوة، طبعا صحية هي 100%. نعم. للأطفال، وإن شاء الله بيكون للصغار والكبار. إن شاء الله المنتج بينجح في الأسواق، وإن شاء الله بيلاقي إقبال على مستوى الدولة. أستاذ سالم، إحنا كتير تشرفنا بزيارتنا لإلك، هذا الوجه المبتسم، هذا التواضع اللي إحنا فيه مع وجودنا مع رجل أعمال كتير كبير عم بتواضع معنا وبمزح معنا في كل إرياحية، ويمكن أول مرة عم نجلس أمامك بس حسينا في صحبتنا القديمة زي ما بيحكوها. أسرة فريق نبض الاتحاد من التلفزيون جورنال سات فضائي المدني، تشرف كثير بوجوده معك، وأهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا.